حبيبي انا بتوقع برايي انه اللي صاير فيه محاولات خجوله. كيف خجوله؟ وكيف خجوله؟ في مجموعه من السيدات اللي الافاضل اللي امامنا هذول اللي لهم نشاطات اجتماعيه، نشاطات ثقافيه، لهم وجود، هذول بيطالبوا بشكل او باخر في بهيك بنوع من المساواه، بيطالبوا بحقوق. لكن لما تيجي على الاكثريه، ناخذ مثلا الانتخابات، كل وحده بتلحق جوزها وتلحق اخوها وتلحق تنتحر، حتى قناعاتها بتتخلى عنها، ترجع الى 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 بشدها بشدها الوضع الاجتماعي اللي انوضعت فيه وانها تابع للرجل. ف يعني اللي بيسقط النساء، المرشحات النساء اللي بيسقطوهم. حلو، هذا راح يفتح لنا في محور على فكره. شكرا كثير على النقطه اللي حكيتها. في سؤال خاص بهذا الموضوع. نعم. المراه في موجود موجود. انت بتقول انه بدنا السياده، احنا بدنا السياده. انا كنرمين ما بدي السياده، انا ما بدي السياده، بدي ايدي بايدك وكتفي على كتفك ونمشي سوا، تحتويني واحتويك. ما بدي سياده، انا بدي هذا مع فكرك وقلبي مع قلبك. انا هيك بقول بس، مختصر مفيد. بالنسبه لموضوع التطور، التطور كتطور، انت حاليا عم بتشوف كل مروحه التطور، عم بتشوف ناس لسه بعدهم من مليون سنه ولسه عم بتشوف ناس تطورت كثير. فاحنا ما تطورنا ولا وصلنا لمرحله نقدر نقول انه احنا تطورنا او المراه تطورت او دور المراه او العلاقه ما بين المراه والرجل تطور. عم بتشوف كل النماذج موجوده لا زالت في المجتمع، مش عارف هذا شو السر تبعه. بالنسبه لموضوع الاديان اللي طرقت له مارلين، انا يعني انا بعتقد انه هي مش اديان، هي عادات وتقاليد اكثر منها دين. يمكن اذا بتتفرج بجوهر الدين مزبوط وبتمحص فيه بكل الاديان طبعا، ما بتجد فيه هذا في حقوق للرجل وفي حقوق للمراه بالاديان، واضحه ومبينه وبشكل واضح يعني. اما انه في سلطه اكثر من زياده، في سلطه يمكن للمراه وفي سلطه للرجل حتى بالدين، بس انه ما في بالدين والله نجي نحكي. هذا كله عادات وتقاليد وإشي بالنسبه للاسلام يمكن ورثناه من ايام الجاهليه يعني، ولا زلنا نمارسه يعني. اما بالنسبه للتطور انا لا يعني مش عارف يعني، صعب الكلمه كثير وصعب انه نحط تعريف لها دقيق وواضح انه وين وصلنا، لانه عم بتشوف كل شيء في المجتمع. بتشوف لسه مش تطور وتغيير، في بعض التغيير عماله بيحصل، عرفت علي كيف؟ بس للاسف كمان يعني التغيير اللي عم بيحصل شايف بلحظه بتشوف الواحد رجع للزيرو، يعني شخص بيكون مبين انه متطور وزلمه مخه واسع ومش عارف ايش، بس بلحظه ما بتشوفه مش حقيقي يا حمزة. انتهى رامي؟ إذا السؤال كيف شايفين التطور أو التغير من 50 سنة وجاي، يعني كلمة 50 سنة احنا صرنا تقريبا حوالي 18 سنة بالقرن الجديد، وبالتالي أكل كتير من القرن الماضي. بس إذا بدنا نتطلع عليها من بعد الحرب العالمية الثانية، التطور اللي صار بالذات بالنسبة لحقوق المرأة كحقوق مواطنة، وأنا دائما لسه قبل شوي كنت بحكي مع أسيل، أنا ما بطلع على الأمور كحقوق مرأة أو حقوق طفل أو حقوق ذوي الإعاقة، أنا بطلع عليها كحقوق مواطنة. وبالتالي ما ينطق إذا في فئة معينة ينتقص من حقوق المواطنة تبعتها يجب معالجته. وبالتالي عم بشوف إنه في تطور كتير كبير صار بالمرأة تأخذ حقوق مواطنتها بطريقة وتكون بطريقة فاعلة. اتطورنا كتير بس لسه الطريق كتير ماشي لقدام، وخصوصا بما يخص العلاقات، القوانين اللي بتخص العلاقات الزوجية مش بس شرق أوسطيا، بالعالم برضه هذا التطور لسه بده وقته قبل ما يتاخد. فتطورنا نعم، بس الطريق لسه طويلة من وجهة نظر. بوجهة نظرك انه تطورنا؟ يس. اوكي، انه كلمة تطور دايما بتعطينا انه اشي افضل بالحقوق. نعم. اوكي، وجهة نظرك بالحقوق. في تفضلي يعني. أنا رأيي، التطور رأيي الشخصي إنه هي
صارت هي استفادت منها وطورت حالها، يعني غيرت من تطبيعها وغيرت من تعاملها مع الأشياء. فمشان هيك يعني أخذت حقوقها بإيدها، مش إنه حدا أعطاها إياها. صح نضلت أكيد. وأنا يعني بهذا المجال أكثر شيء مهم أوبرا وينفري، يعني بعتبرك هي غيرت كثير من النساء لونها، مش بس انه هي كنساء كانها اوكي، مش فقط انه از فيميل يعني او كونها فقط امراه، حتى كونها حتى امراه من عرق اخر، عرق كان بالماضي مضطهد. فاوبرا فعلا مثال على تطور المراه وحتى اختلاف الاعراق. ما بعرف اذا في حدا بحب يضيف قبل ما ننتقل لسؤال. في استاذ زين هناك كان تفضل. كنت حاب اسال استاذنا شو اللي ورثناه، شو اللي ورث الإسلام من الجاهلية، وليش سميت العصر التسمية هاي إنه عصر جاهلي؟ شو اللي ورثناه من الجاهلية بالضبط؟ يعني في كان نقلة لما أجى الدين الإسلامي، كان في نقلة كبيرة ما بين الجاهلية وما بين ال. بس لو سمحت ليش مصر على إنها جاهلية؟ جاهلية عصر جاهلي يعني زي ما بقوله. كحقبة تاريخية حرام، هذه بري إسلامك سوسايتي بري إسلامك إيش عصر ما قبل الإسلام. بس لما كانوا يوعدوا البنت لما كانت تجي البنت وتوعد نقطة نظام حتى ما نطلع من الموضوع. هو تم التعارف على هذا المصطلح في عند يعني كل فكر له تسمية معينة في وله الحق ايضا في هذا هي التسميه. ما رؤيه هنا بالجاهليه هنا كان قبل الاسلام، والجهتين معروفات تماما. حتى ما نطلع من الموضوع بدنا نرجع لموضوعنا مره اخرى. تسميه دينيه، لا احنا بعيدا عن التسميات، احنا الان توصيفنا اليوم لكل ما يخص العلاقه بين الرجل والمراه والمصطلحات المرتبطه. نعم وانا معهم اثنين عشان هيك طلعت بنقطة النظام اكيد. وبالنسبة لوضع المرأة ووضع الرجل الان قائم في المجتمعات سواء الشرق والجنوب ولا في المجتمعات الشمال والغرب، هو في الواقع وضع مزري جدا. والدول المانحة لتمويلات هائلة جدا وطائلة جدا من اجل المساواة الاجتماعية بين الجنسين في الدول الأوروبية، المساواة الاجتماعية بين الجنسين في بعض المجتمعات اللي تنتمي إلى الشرق والجنوب، هي أبداً ما عمره كان هدفها تحقيق هاي المساواة، لأن أصلاً هاي المساواة بالذات في أوروبا في مركزيتها في مسيحيتها في ذكوريتها لم يشهد التاريخ مثلها، ما زالت قائمة. عد أكم امرأة في البرلمان في مجلس العموم في بريطانيا، عد أكم امرأة موجودات في الكونغرس في أمريكا، أكم امرأة. إذا كنت أنا بدرس فيزياء في جامعة وزميلتي بدرس فيزياء في الجامعة نفسها، أخذ راتب قديش شوف قديش سن التقاعد تبعي، سن التقاعد تبعها قديش، الضمان الاجتماعي تبعها قديش، الضمان الاجتماعي تبعها قديش، أنا أستخدم جسدي كدعاية للترويج للملابس وقديش هي جسدها يستخدم ويستغل، قديش أنا بأخذ أدوار رئيسية بالسينما في هوليوود، قديش هي تكون عندها أدوار رئيسية مش أدوار مساندة لتوم كروز وغيره. من جهة أخرى كأنه هالمجتمعات هاي ما زالت مشدودة لفرنسا بتاعة شارل بيرو اللي عد وكتب مادة ليتيرال رايتنج هود اللي هي معروفة عندنا في المجتمعات العربية الليلة والذئب. والليلة والذئب قديش كانت مثال ناصع على أدب ذكوري صوفي كاثوليكي ممنوع البنت تحكي فيه مع الغرباء عندما تبقى ما حضرنا هذا الليتيرال كاب الباقية الحمراء يعني إلها دلالتها. وهذه فرنسا اللي عرفت شارل بيرو راح تتطور في يوم من الأيام لفرنسا الحزام العفي. والحمد لله في مجتمعاتنا إسلامنا ومسيحيتنا
ما وصلوا فينا لهيك مراحل ولا عاداتنا وتقاليدنا. أول إشي أوروبا يعني عشان إحنا نبعد عن الأديان شوي ليست مسيحية وليست كاثوليكية، أوروبا علمانية مدينية، هاي نقطة. النقطة الثانية فرنسا صح طلعت 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 لحد حزام العفة زي ما أنت بتقولوا أيام العصور الوسطى، بس فرنسا هي اللي طلعت الثورة الفرنسية، فرنسا هي اللي طلعت رشيدة داتي عملتها وزيرة عدل من الأقلية المهاجرة الجزائرية، فرنسا هي اللي طلعت نجاح بالقاسم وعملتها وزيرة التربية وهي مغربية راعي أغنام كانت في بلدها وصارت وزيرة عنا. ورجيني عنا إحنا راعي أغنام بيصير وزير أو راعية أغنام بتصير وزيرة. يعني فرنسا فرنسا لحظة شوي فرنسا هم كانوا أصلا رعاة أغنام من 100 سنة استلموا لحد الآن مستلمين حتى ما يكون الحوار حتى ما يصيرش الحوار ياخذ بعد لا ياخذ بعد ثاني كل شيء قاعدين بنتدخل. الفكرة انه يعني احنا بنطلع عليهم بننتقدهم بس احنا مو قادرين نوصل لعشر اللي هم واصلين له. صح بفرنسا في تفاوت في الاجور بين الرجل والمرأة، صح بفرنسا في اعلى يعني كيف بدي احكي لك اعلى معدلات العنف المنزلي اللي موجوده، صح بفرنسا في الزواج المدني وفي ممكن بعض الانحلال الاخلاقي، احنا عندنا هذا الشيء لكن كله مسطر عليه. في فرق بين الشيء اللي احنا موجود واحنا رافضين نعترف فيه وبين الشيء اللي الناس بتحطه عادي وبتنتقده وبتفتح مجال لانتقاده. هون الفرق بيننا وبينهم. احنا بنيجي بنقول المراه ما في حقوقها وكل شيء تمام واحنا متطورين والمراه تضرب وإذا ما صوتت للي بده إياه جوزها بنحلف عليها بالطلاق، إذا ما أكلت أكلة وفاتت المستشفى. المرأة بتكون واصلة منصب ورغم ذلك بتمونش تسحب من الكريدت كارد تبع راتبها. أنا بحكي لك أشياء واقعية. حلو بس هنا احنا لو نظرنا للموضوع بشكل عام بنلاحظ إنه في أدوار كثيرة للرجل والمرأة، لكن هذا يعني حتى نصل لأرضية مختلفة هل يقودنا هذا الشيء أسيل لسؤال آخر؟ بالضبط. هننتقل على محور أنتوا ذكرتوه أصلاً أثناء النقاش. السؤال هو هل المرأة قيل أن المرأة عدوة المرأة؟ طبعاً. هنناقش بهذه النقطة. هل فعلاً المرأة عدوة المرأة؟ طبعاً. هنطرح كمان سؤال ثاني. طيب هل الرجل عدو الرجل؟ لا. جاوبوا. إحنا بدنا مين حب؟ مين بلش؟ مين بحب؟ مارلين أول المتصدرين يعني. أول المتصدرين. لا هي المرأة عدوة المرأة طبعاً والمرأة تستخدم خياطها ضد المرأة. يعني ما عمرك شفت ست بتكيد لرجل بس بكيدوا لبعض. أكيد. والله كيدهم بس للرجل. وفي كيد للرجل. هل هنالك كيد للرجال أيضاً؟ مش تأذيه مش تأذيه. كم بتحبه بدها تفرقه. أوكي بس في كيد بهذا الطريقة حبيتها. تفضل. كيد الرجال تطبق على الأنثى الأنثى. أما مكر الرجال من رجل لرجل بس. ماكرين. عيدها معلش النقطة. كيد الأنثى from female to another female. أما مكر الرجال ينكرون وينكر الله والله. والمقصود التخطيط والفكر. أنا ما بكيد. طب ألا يكيد رجل لآخر؟ لو بدنا نعطي الصفة الأنثوية هنا بهذا السؤال. لا أنا أمكر لآخر ولكن ليش الكيد ما بده لا الكيد عفوي وغريزي. نسمع رامي. لحظتها بيطلع. نسمع رامي. أول نقطة بس أحب نقطة نظام. إحنا سمعنا كم تعليق مبني على خلفيات دينية. بتمنى إنه أي نقاش هلا بيطلع ما ينذكر فيه موضوع الخلفية الدينية نهائي. فرجاء يكون نقاشنا اجتماعي بحت وما ينذكر فيه اي خلفيه دينيه رجاء عشان نضلنا على سياسه المجموعه. بالنسبه لرايي الشخصي بالنسبه بحس انه المراه ممكن تكيد للمراه لانها مراه، اما الرجل لما يمكر او يكيد للرجل مش لانه رجل، هو مصالح يعني قصه شخص شخص قدامه عم بضر بمصلحته. اوكي رجل امراه قطه بس كلب هو راح ينكر عشان مصلحته الشخصيه. ما بحس انه ماكرو جندري
بالشكل العام بالشكل العام لا اكيد في عنا امثله بالخاص فيها جندريه بس عم بطلع عليها بالشكل العام. يعني بالشكل العام انت تعتبر انه ما في مكر او كيد من امراه لامراه او من لا من رجل لرجل لا من امراه لامراه لجندريه المراه نعم نعم سبب الجندريه اه تفضل المكر استخدمته عربي وليس الدين. لا لا انا بحكي بشكل عام هذا لو بعرف انه انا مثلا جالس هون بهالصحبه الطيبه لاسباب انا واحد ديني والله ما باجي رغم انه انا مش نقز بالاسلام بس انا هون بعتز بالفكر الانساني فانا استخدمت كلمه الكيد لاني بعرف شوية عربي واستخدمت المكر لاني بعرف شوية عربي بس لا لا نقطتي نقطتي للجميع مش موجهه لاي شخص معين لانه انذكرت من اكثر من اكثر من مره انذكرت ما هيك الكلتشر تبعنا فاهمه شكرا لك. انا صراحه عندي تساؤل بس قبل ما اتساءل بس في نقطه ذكرتها الاخت يعني حاب اعلق عليها اللي هي نصر العشر فرنسا من الخطا برايي انك تقارن تعتبر فرنسا نموذج متكامل وتعتبر حالك انت نموذج ضعيف. كل ثقافه إلها هويتها إلها عاداتها إلها تقاليدها هسا إلها إيجابيات إلها سلبيات. السؤال هو كيف نحسن إيجابيات كيف نقلل السلبيات لكن نحكم إنه فرنسا نموذج عصري متكامل فول أوبشن برأيي يعني شخصي من الخطأ تماما. جميل. النقطة الثانية اللي هي عن السؤال هذا السؤال إحنا ليش يعني ليش اصلا يكون في كيد بين المراه والمراه وليش يكون في كيد بين الرجل والرجل ليش ما يكون يعني في علاقه مساويه علاقه بناءه يعني. جميل. لا انا كنت بدي احكي رامي لما قال انه الرجل بنكر للرجل على اساس لمصلحه لإله بعكس الانثى بتكيد للثانيه. ليه ما تكون كمان هي لمصلحه لها تدافع عن بيتها تدافع عن زوجها عن اولادها يعني نفس الشيء يعني هو بعدم الامان وغيره عند المرأة غير يعني انا ما بعترف فيه انا مسالمه ومعي الكل وبحتوي الكل والكل بحتويني وانا علاقتي الحمد لله حلوه مع الجميع. انا هاي المصطلحات مش بقاموس حياتي نهائيا بجد والحمد لله. انا من تجربتي بالرجال اللي دخلوا بحياتي ان كان مثلا ابويا اخويا زوجي ابني صديقي يعني ما بدي ابالغ اذا بدي اقول نسبه 80% كانت حب وسعادة. جميل. اليوم احنا اذا بتلاحظوا بدأنا بأسئلة اقرب الى العصف الذهني وصولا للحالة الاضافية او الرئيسية وهي توصيف كيف تكون العلاقة اكثر قوة بين الرجل والمرأة. اكثر قوة بين الرجل والمرأة. انا عندي سؤال. هلا عشان لازم يكون في مساواة. ما احنا نحكي الآن هو اللي أنا إيش بدي أحكي فيه حتى نطرح محاورنا وصولا لهذا السؤال. حتى تكون العلاقة ناجحة هل النجاح يكون بسلطة فرد على الآخر رجل على المرأة أم المرأة على الرجل؟ من الأكثر قدرة على قيادة دفة العلاقة هل هو الرجل أو المرأة؟ بدنا نسمع. وجدنا الكثير من الحالات أو أمامنا الكثير من الحالات المسيطر فيها الرجل السيد معها والمرأة فقط عليها أن تطبق فقط. سيناريوهات أخرى نرى فيها الرجل أمام الناس هو الرجل لكن ليس صاحب قرار. صاحب القرار الرئيسي هو المرأة. برأيكم من الأكثر قدرة على القيادة في ظل علاقة قوية ناجحة تؤسس لمجتمع ناجح؟ القيادة هل رجل أم المرأة؟ أنا لا أعتقد إنه الجنس هون له دور في الموضوع. أنا بعتقد الشخص كشخص سواء كانت امرأة أو رجل خلفيته الثقافية أو خلفيته الثقافية خلفيته النفسية شخصيتها نفسيتها ثقافتها قدرتها إمكانياتها الاقتصادية دورها في المجتمع دورها في 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 في, في العمل وارد هذا الحكي هنا ما له لا اعتقد الا في المجتمعات اللي لا زالت مرتبطه شويه بذكوريتها اكثر زياده داخل المجتمع نفسه في المناطق اللي قد تكون يعني عفوا على التعبير ارجو انه ما حدا ياخذني فيه خليني اقول فكره اللي فيها دور الرجل هو
هو اللي بيطلع هو هو المسيطر. لكن بشكل عام انا لا ارى انه الجنس هو له دور في هذا الموضوع. والله انا مستمتع جدا جدا واحنا مستمتعين وكم مستمتعين. نرمين بعدين دكتور فاضل سالت انه هل من حقوق المراه انها تساوي الرجل؟ احاول قدر الامكان اجاوب. هي الحقوق زي ما حكى رامي وانا مش كثير احب ادعم رامي بس انه حكى صح. بعد ما عرفنا لهلا احنا ما حطيناش هويه للحقوق تبعنا لسه. احنا الان ماشيين فيها بطريقتنا بس شوي. احنا خلينا نحكي الان بالجزئيه اللي بنحكي فيها، من الاكثر قدره على القياده، وراح نصل للفكره اللي بنحكي فيها بمراحلنا بشكل كامل. انت سالتني بتجاوب عني وبصير شيء. انا بدي اسالك بنفس الاضافه بنجي نطلع على الموضوع. حبيبي الله يسعدك، انا مستمتع كثير بهالصفحه. سلام سلام حبيبي، انجوي. بس من جان جواب سواء زي ما حكى رامي شوي بالحقوق والواجبات تقريبا احنا عم نتصرف، اما كقياده هذا ليدرشيب فور شورت فور اس يعني باي ذا وي. الرجل شكرا 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 ممتاز. مين عنده راي ممتاز؟ هل الرجل يساوي في القياده؟ مش في القياده، احنا نحكي في الخصائص الموجوده هون وهون. لا مختلفة. لا لا هي مختلفه. هلا لهذا الجندر، وطبعا انا مش مع انه هذا الجندر هذا الجندر كحقوق وواجبات، لا هذا انه لازم ياخذ 100% وهذا لازم ياخذ هو كمان 100% كحقوق وواجبات. اما بس القياده يعني القياده لمين؟ قياده للرجل. جميل جميل. ان جنرال يعني ويعني وفي هالحياه لازم، والمقصود على فكره هو القياده مش انه مسؤوليه، هي مسؤوليه اكثر ما يعني هي عبء وتكليف، عبء اون ذا شولدرز، يعني هي عبء اكثر لمواجهه. لكن هذا ما بيعطيه مثلا انه اولويه، بالعكس هذا بيعطيه ضغط وبرشر على هيز اون شولدرز. يعني الرجل نرمين نرمين انا اعتبر قياده ايش فوق ما بعد نتكلم. نعم نعم اذا مش متساوي. جميل جميل. المساواه بين غير مش حتتساوي. حتى بس نحافظ على الحوار يا جماعه، اذا من الاساس يا جماعه استاذ نحافظ على حوار جمعي مش ثنائي. احنا حتى نمشي بنفس المحور ونضل مركزين افكارنا شوي. نرمين انا واحدة من الناس، اي شيء عم بقوله حقيقي وصادر من قلبي لاني انا عم بحكي من جزء من تجربتي. مين الاكثر على القيادة؟ من تجربتي. لا انا وياه كنا سوا، انا إلي دور إلي دور. هو اذا اخذ قرار حسيته قاسي بعطيه شوية من عاطفتي، اذا انا اعطيت قرار عاطفي جدا بعطيني شوية من فكره. زي ما قلت لك سوا كتفي على كتفه، قيادة مشتركة. ما في غير مشكلة. هلا شوف احنا مش لازم ان ننسى انه احنا في مجتمع ابوي، مجتمعنا العربي هو مجتمع ابوي، او اذا بدك فيعني اللي بده يجي يقول لك القيادة المرأة يعني هي صعبة شوي. بس الفكرة انه في فرق بين العدل والمساواة. في الصورة اللي بتكون عادة على الفيسبوك اذا بتشوفها انه بيكونوا ثلاثة كل واحد اقصر، واحد طويل والثاني بيطلع شوي والثالث بيطلع، بورجيك انه المساواة لما تحطهم ما بوصلوا يشوفوا الصورة كاملة، بس لما تعدل بينهم بيقدروا يشوفوا كل واحد حسب خصائصه الصورة كاملة. فبالتالي المساواة انا برأيي مش موجودة بالعدل وبالكرامة الانسانية قبل ما تكون اشي مادي. قبل ما انه احكي انا انه والله لا قطع على ما بين وايدها صلحها وصلح نفسه واحكي، هو مش بس بطريركي، هو على فكرة كمان صوفيا. أنا يعني بعيد الفكر اللي أنت عم تحضري فيه. هلا أنا من وجهة نظري أنا كأنثى، أوكي أنا كأنثى كمرلاني بحكي عن نفسي، أنا أرفض المساواة المطلقة. أنا معي. أنا لو بدي عشان أحكي لك شغلة، لو بدي أدخل في علاقة أكون أنا الرجل فيها، ليش بالضبط؟ أجيب بس. سبستان. أي شيء. أعطيك بس معك. سبستان. سبستان. مروان. يلا تفضل. يعني تسمية أو نعت هاي المجتمعات بأنها مجتمعات بطريركية أبوية هو تنميط لها على وفق مدونات المركزية الأوروبية. يعني هذه نظرة استشراقية لها المجتمعات هذه، هي ليست أكثر أبوية، إذا سمحت، ليست أكثر أبوية ولا بطريركية من المجتمعات اللي ظهرت فيها واللي ولدت فيها الأبوية والبطريركية اللي هي مجتمعات الأوروبية. وحتى الواقع حتى حاضرنا الان ليس اكثر ابويه من مجتمع امريكا ولا مجتمعات انا بتمنى مش يعني تنميط المجتمع العربي بالطريقه هذا
هذا اسمه استشراق داخلي. احنا يعني هدفنا اليوم، شكرا كثير لصدق، بس احنا هدفنا اليوم نناقش اكثر اللي هو يعني خلينا نرجع الموضوع. دائما احنا اليوم جايين عشان نناقش الرجل والمرأة، مو جايين نناقش المصطلحات. هذا لا يعني انه نقطتك نوت فاليد، اكيد لا، بس احنا نقاشنا اليوم يعني حتى كثير عم نتطرع على المجتمعات الأوروبية. طب خلينا احنا نركز بمجتمعاتنا الشرقي. مجتمعاتنا الشرقي يعني مجتمعاتنا الشرقية لها خصوصيتها، اللي بتحكوا كله فاليد، بس بلاش التسميات او التعميمات، لانه في ناس عم ترفض التسميات وعم بتجه النقاش لموضوع ثاني. حتى ما نطلع نضلنا في الاطار الاجتماعي اكثر من كل شيء. بسام من استاذ مروان، بس تفضل استاذ مروان قبل لي احسن، ما في مشكله، يلا لكم الخيار. يلا استاذي، انا بالنسبه لحياتي بقول يعني ربنا خلق الرجل بقوه بدنيه وبقوه هذا، فهذا مهم جدا جدا، بياثر يعني مش معقول من القصائص الفسيولوجيه. القصائص الفسيولوجيه للرجل قد تساعد على ان يتخذ الرجل القيادي في بعض الاحيان وليس في كل شيء، لانه مش معقول مسؤوليه بيجي واحد تبع الغاز وطابق الثالث اطلع يا اسيل احمل جرة الغاز وطلعيها. مروان بيقدر يحمل جرة الغاز وطلعها، مروان بيحمل ديسكس والصينيه تبع الكلاتش وعمق وزنه 50 كيلو. هي هذه هي الامور. جميل، تفضل استاذ. بس اول شيء مساء الخير، ثاني شيء موضوع جميل جدا وافكار حلوه، وفي ناس قالوا انه انا مقل في الحديث وبدنا نحكي. اولا ما حصلت على اجابه على موضوع الكيد. بالنسبه لموضوع الكيد هذا قضيه طبيعيه على مدى الايام. الان من يكيد لمن؟ القاعده مصلحيه وما هي قضيه منتهيه. واحده بدها واحد بدها تكيد، واحد بده واحده، العكس. يعني الناظم المصلحة، الناظم المصلحة المحرك الرئيسي. إذن هاي انهينا موضوع الكيد. جميل، القيادة. القيادة. أنت وين ميال؟ مش أنا وين ميال. ليش أنا وين ميال؟ ليش ما؟ العقل شو بيحكي؟ جميل. العقل بيحكي إنه الأوعى في المنزل هو القائد. إذا الست على درجة عالية من الوعي هي القيادة. تأخذ القيادة. هذه قضية منتهية وإلا. حلو، يعني أفهم من حكيك إنه أنت ديبنس على الشخصية أو تبع عن الشخصية، ما عندك مشكلة مين اللي يقود الأقدر. إحنا نحكي أقدر على تحمل المسؤولية. خلينا نحدد الموضوع تمام. نحكي على درجة الوعي وليس الكرتون اللي معلق على الحيط. رائع، إذا القيادة مرتبطة بالوعي أكثر من أي شيء آخر. الآن الأستاذ حمزة، مصطفى، دانا، الأستاذ بسام. هو سؤال طبيعته مستفز للذكورية الرجل. مين اللي عنده القيادة؟ الرجل فورا بده يقول لك أنا هوي. بس عمليا شو القيادة؟ قيادة إيش؟ إحنا ده خايضين معركة يا زلمة. قيادة إيش؟ في أشياء شايف بدها تقود فيها المرأة. يعني أنا بفكر في بعض أشياء شايف جرت في حياتي. طب زوجتي هي اللي شغلتها مش إلي. خطبت الى ابني، زوجت ابني، يعني ما هي كل الموضوع بلشت فيه هي مثلا، وانا باخذها صار كذا ابروفل، اتفقنا على اشياء مش عارف ايش. فالموضوع مش موضوع يعني مجابهه وموضوع معركه وموضوع مش عارف. المفروض يكون زي ما تفضلت اختي سيس، لانه المفروض في قضايا لازم تكون يعني مشاركه فيها، لازم يكون فيها اتخاذ الراي. شايف اوكي، الرجل احيانا اللي بده ياخذ الريسك وياخذ القرار ماشي، بس يعني في اشياء جوهريه لازم المراه يعني ما هي بدها بلشانه في الموضوع زيك زيها. حلو، فبالتالي لازم انت تاخذ يعني مع المشاركه. فهمت من حكيك مع المشاركه، يعني حسب الموقف. حسب الموقف دانا، حسب الموقف. اللي بدي احكيه اول شيء انه مجرد سؤال باعطاء خيارين بخلينا نحدد كثير انه في خيار له افضليه على خيار. فهي بدي ارجع على المغالطه. ايوه، ليش مغالطه؟ لانها بتحطنا قدام بس انا هربت سنه. ركز في الحوار يا جماعه. فالسؤال اللي بيعتمد جوابه على اختيار من خيارين بدون
بدون ما يكون أعم من هيك بخلينا ننحاز لجانب أكثر من جانب بغض النظر طبعا حسب الـ حسب الـ القناعات بس بتضلها محصورة بخيارين وهون بناخذ صلاحيات بنروح بنحطها عن طرف أو بناخذ صلاحيات طرف ثاني بنحطها بطرف ثاني فاحتمالية الخطأ بالجواب بتكون أكبر. القيادة أول شيء في أنواع من القيادة هي مش قيادة بالمفهوم بمفهوم واحد أو بمفهوم نمطي. وثاني شيء القيادة ما بتعطي صلاحيات أو ما بتبرر إنه اللي بقود هو اللي له السلطة الكاملة على كل شيء. فالقيادة هي ببعض الأمور بس ما بحق للشخص اللي مسؤول عني إنه خلينا نقول يقودني بحريتي الشخصية. هو له مسؤوليات هي اسمها على مين المسؤولية ببعض الأمور يعني لو حددناها أكثر نوصل لحل. بعدين التعامل بسؤالك التعامل مع مرأة ورجل هيضل هذا يخلق أجوبة فيها مشاكل. التعامل مع إنسان هيعطي الجواب الشافي هنقدر نعطي كل واحد حسب خصائصه حسب صفاته حسب عقليته الحق اللي بيستحقه واللي بيناسبه ليتطور لأنه كل واحد حيتطور بطريقة. جميل. فهون إضافة الرجل للمرأة حتكون بتبقى تطورها ونفس الشيء العكس. جميل. مصطفى الأستاذ بسام مارلين ونختم عندك وننتقل لمحور بعد رام. والله أنا رأيي الشخصي إنما النساء شقائق الرجال يعني تفاحة شق يمين وشق شمال كله بعض بس كرأي الشخصي أنا متحيز للرجل أكثر. يعني أنت مع إنه الرجل أكثر قدرة على القيادة أقوى يعني بيت يدور الرجل يعني بتحسه هش ممكن بس في بيوت أسستها نساء اختلفناش أنا رأيي الشخصي يعني ممكن الرجل أنا وجهة نظري رجل صحيح له أربع يعني نساء زوجات احنا قلنا ما بدنا ندخل شهادة احنا بنحكي اجتماعيا فقط مصطفى حتى نخلي الاطار ضمن اطار الطبيعي ناخذ تعريفاتنا وتوصيفاتنا من ناحية اجتماعية اكثر انه هي الان الاكثر يعني قدرة على توصيف العلاقة حتى نطلع بنتيجة في اخر اللقاء ضل شيء مصطفى شكرا في طرحت أكثر من مرة يمكن آخر مرة المدام هون دانا اللي هي ما هي القيادة اللي نقصد فيها القيادة هل أوكي هسا نوضح هاي النقطة أما القيادة شو هل القيادة مثل ما قال أخوي مروان هون أحمي جر الغاز هاي مش قيادة القيادة أدوار هون الدور ما إله علاقة بالجنس رأيي ما إله علاقة بالجنس إله علاقة بالقدرة الذهنية والخلفية الثقافية والنفسية والطبيعة الثقافية والخلفية الفكرية هنا في يعني الآن أنا ملاحظ يمكن أخونا حسين هنا صاحب الأزبكية عامل جراسة إنه 70% من القراء اللي في هنا هم إناث مش الذكور يعني في توجه فكري عند الإناث أكثر من الذكور وهاي دراسة بتأدي إلى إنه واضح بالأرقام عنده يا عند حسين أنا شفتها وممكن أي واحد يطلع عليها فالقضية مش قضية جنس ما لها علاقة مش مرتبطة بالجنس والله العظيم أنا بعرف ناس مع احترامي للوظائف ما إلي فيها ما بالمستوى الاجتماعي كنترول باص متزوج مدرسة لغة عربية مدرسة لغة إنجليزية ومحمد ستير وبحكمها يعني كمان هو يقود المسيرة يعني فيها شوي لأنه رجل لأنه بيقدر يحمل جرة الغاز يا مروان شكرا أهلا وضح منها مارلين مارلين والله يعني نركبها مارلين بدنا نجاوب على سؤالك اللي هو بخيارين فالرجل الرأس والمرأة الرقبة ما في رأس بتحرك بدون رقبة حبيت حلو بس حلو إنه الجنس ما إله دخل يعني أحيانا في حالة وفاة الأب إنه بيكون مثلا في الأم وبيكون في أبناء شو كتير نماذج أسر المسؤولية لابنها وابنها يعني ما بيتحمل مسؤولية مش المفروض إنه ينحط عشان لا يعني لأنه ذكر مثلا إنه يسيب إنه هو بده يسيطر على البيت فلا هو الأول في القيادة والأول المشرف أكثر بدنا نتجاوز دورك شوي رامي. اوكي
ناخذ الاخت هون حاطين على الاسم بس انا اول مره احضر اسمي رقية كان معها وبصراحه كنت ناوي احكي لانه اول مره ويمكن بس انا لاحظت هلا وانتم بتحكوا على القياده حاصرينها بالرجل والمراه بالبيت طب هذا اوكي بالبيت تدبر بيناتهم يعني يا هي وتفر بجوز تعطي شيء قدام الناس ويسحب هذا موضوع ثاني بس في مواضيع اهم كثير ما حدا جاب سيرتها هلا بالشغل بالجامعه لأسباب اجتماعية قد ما تكون متميزة لأنه هو مطلوب منه أنه ضل ماخذ حاجز معين بتلاقيه في موضوع مهم جدا بيأثر على القيادة اللي هي موضوع الانترنت وركينج تلاقيه بتجنب البنت قد ما تكون متميزة بجوز تكون الأولى بجوز تكون الأولى فعليا ورئيسة قسم بجوز تكون الأولى على دفعتها بينما بسهولة بتلاقي مثلا دكتور الجامعة واقف مع الطلاب الذكور واخذوا عطاء وهذا بيسهل التعرف عليهم بيسهل ليتر اون انه اذا في مشروع اذا في اي شيء راح يكون الاعتماد تلقائيا عليهم فهي الناحيه راح تضل ظالمه للمراه الا اذا هي حاولت تكسر هذا الموضوع بس هي كل مره راح يكون في عبء عليها يعني هي كل مره مطلوب اني انا ابادر على اساس اني اقول لهم انه اوكي انا اوبن لاني انا اتعامل مع الناس بشكل حلو مع انه وجهه النظر عند الذكور انه الاناث بيسلبوهم حقهم في الوظائف لا لا مش يعني لا يا شيخ هذا مش صحيح اكيد مش صحيح موضوع انه هلا علي قبل شوي حكت ومن هون بدي انطلق انه اذا لا سمح الله توفى او غاب لاي سبب من اسباب الاب بالعيله بنلاقي المرأة طلعت طب شو معناته هذا الحكي؟ معناته في عملية ضغط، في عملية كبت، في عملية يعني كان في صفات قيادية بدها تطلع بس مرة تانية لأمور اجتماعية انه لا هاي الصفات كبتت وما ظهرت إلا بغياب وبالتالي لما نطلع على مبدأ القيادة فعلا مبدأ القيادة غير مرتبط لا بجندر يعني نوع اجتماعي ولا بعرق ولا بدين ولا معتقد ولا بأي شيء موضوع القيادة القيادة إلها أساسيات معينة ممكن أي شخص رح أروح هون على النقطة اللي حكتها دانا أي شخص أي إنسان ممكن أنه يمتلك هاي الصفات والمؤهلات القيادية اللي يقدر يقود وبنعرف أنه كمان أكاديمية القيادة بتقول ما في شيء اسمه قائد 24 ساعة وبالتالي بنيجي على منطلق الأدوار أنا هذا دوري وبالتالي هون انا القرارات لإلي بهذا المحل بالمحل الثاني القرارات لحدا ثاني بغض النظر عن انه ذكر او انثى وهي وجهه نظري وبالتالي نقدر نقيم كلمه القياده وصدقها بصيغه جندريه لانه مش موجود اساسا منسوف الكونسبت كله منسوف انه نقدر نشرح موضوع القياده من منطلق جندري أنا وننتقل لمحور آخر. في نقطة بس اللي هي تشبيه بالشركات يعني الشركات هلا كلهم عم بوعوا لمبدأ إنه ما في مانجر حاولوا اعملوا ليدر نفس الشيء بالوعي على يعني بنطاق العلاقات إنه القيادة دائما بتعطي خصائص معينة بتخلي يكون في مستويات إنه مين الصلاحيات بس لما يكون أو يوعوا لفكرة خلينا نقول من الأولاد الإخوة يوعوا لفكرة أن يكون في تربية بطريقة مش متشاركة مع بعض بتعودوا على مبدأ الليدر أو الليدرشيب أكثر من أنه يكون في قائد واحد يكون في مستويات شغلة تانية نقطة أنه المجتمع حقيقي ظالم للرجل والمرأة هم ظلموا نفسهم يعني الرجل يحمل من صغير أعباء أنه لازم يكون رجل ويتحمل مسؤولية بقوم بسقط هذا كله على المرأة والمرأة إنها تشوف حالها ضحية وإنها ضعيفة كمان ما عم بتساعد حالها يعني الشخص نفسه لازم يدافع عن قضيته أو يدافع عن نظرته تجاه نفسه فهو لا هو قادر يشوف نفسه بشيء اللي قادر يدعمه بس دائما حاسس المسؤولية عليه وممنوع إنه يشكي ممنوع إنه يسلم السلطة لحدا تاني أو القيادة وهي ما عم بتساعد لأنها هي عم تتصرف مع نفسها وتخلي المجتمع اللي حواليها يعملها بنفس الطريقة اللي بتنظر فيها لنفسها. طب هنا هذا بيفتح نقطة مهمة إنه بمراحل مرحلة من المراحل إذا الأنثى صار عليها ضغوط كثير صارت هي الرقم اثنين دائما المسيطر دائما أو اللي وصف بالقائد جزافا الرجل
وقد تكون هي الأكثر قدرة على القيادة، يضعنا أمام يعني مفصل محدد. صارت هي تناضل من أجل تفاصيل كثيرة جدا. في تفاصيل معينة نظرة الآن بس جهينة ما حتى كان في الخبر اليقين. سميني جهينة. نيجي على موضوع كثير مهم. شكرا على فاشا عشان ضبطت هاي النقطة. موضوع كثير مهم أنا برأيي الشخصي، هو أصلا أثر على كل الأدوار وعلى كل الأشياء اللي عم بتصير حاليا، حتى الشروخ اللي عم بتصير بالعلاقة بين المرأة أو الرجل. بتخيل إنها إلها سبب أو علاقة بهذا الموضوع، اللي هو موضوع استقلال المرأة المالي. هذا موضوع كثير مهم، ما أثر فقط حتى على مؤسسة الزواج، أثر حتى بقلب العيلة، أثر على كثير مواضيع. طب هذا الاستقلال المادي للمرأة، برأيكم، أنا ما حكي لأ وجهة نظري، بس برأيكم الاستقلال المادي للمرأة شو عمل يعني بالمجتمع؟ إن كان بعلاقة زواج أو حتى بنظرة الرجل مثلا، في سوري بهالكلمة، إنه في رجل دائما بيخلف بنات، كيف هلأ مثلا إنه مثلا في عائلة فقط فيها إناث؟ زمان كان هذا الإشي يعتبر مصيبة، هلأ النظرة لا اختلفت. كله هذا أنا برأيي بسبب إيش؟ استقلال المرأة المادي. فما بعرف هيك عطيتكم بداية أو إيش ممكن لكم بلشونا. استقلال المرأة المادي بصراحة خلاها أوعى، لأنها اضطرت تطلع وتحتك بالمجتمع، واضطرت إنها تتعلم، وكمان إنه يصير عندها شوية من الثقافة إذا بدك، صارت أدرى باللي إلها واللي عليها، يعني صارت صاحبة قرار، صارت صاحبة أكثر. قرار تمسك زمام حياتها، يعني مش مضطرة إنه حدا يجي يملي عليها شو شلة، صارت هي تتحرك، وبالتالي صارت تنظر لأمور كثيرة على أساس إنها مش ضرورة لوجودها. يعني زمان كانت البنت إذا ما تزوجت كارثة، لأنه ما بدها مين يدير باله عليها، بدها مين يصرف عليها لأنها قاعدة بالبيت. هلا الست إذا واحدة متعلمة شهادتها معها سيارتها موجودة، أوكي تزوجت تزوجت، ما تزوجت مش اتصنت بالدين، مش زي أيامنا يعني. حتى في اتجاه، يعني في اتجاه اللي هو اللي شوية مضطرب، بيعتبر هاي الأمور تارف أو إكسسوار لحياة الست، يعني الزواج اد اون صار انا فاهمه صار اد اون على حياتها، انضل بالاستقلالية باستقلاليه المراه. انا ما هي هون هذه هي في اتجاه، يعني في اتجاه يعني عند الفيمينيستس اللي كثير متعصبين تقول لك الرجال اوغاد واحب ابي وابصر شو، وانه هي بتقدر لحالها الغاب وابوها احب ابي والشوكولاته جد لا صار جد في توجه انه لا انا بحكي لك اتجاه انا في اتجاه عند بعض النساء هيك انه بتقول لك انا بقدر امشي واعمل كل شيء لحالي وانا مو مضطره مش محتاجه لمسانده حدا. فالاستقلال المادي عزز هاي عدم حاجتها للزواج، يعني بس لسه اظن محتاجه لابوها محتاجه لاخوها عدم حاجتها لبعض وجهه نظرك في الاستقلال لبعض بعد المفاهيم عدم حاجتها لبعض المفاهيم مش عشان الزواج مش الزواج كالزواج. عدم حاجتها انه تكون هي انه هي مستقله مش بحاجه انا واحد اتجوز واحد عشان يعني اتزوج عشان اسباب ماديه او استقرار بالضبط. انا هذا جميل هذا جميل عندنا رامي وفاء مهندس مروان حنادي صح قبل ما أبلش أنا شوية تليفونات حسين ما شاء الله منورين يسعد مساكم حسين مرتين البعض تطور بكل مقدمات الحياة لكن كل مطورات أحمد جلاجل نقاش الموضوع أخذ منحى المثالية بعيدا عن الواقع كان لازم تيجي معانا يا أحمد رانيا قضية الرجل والمرأة هي قضية حقوق وواجبات تغلف بالمودة والرحمة لكن في حال تجاوز أحدهما على الآخر وجد القانون لأجل ذلك. أما القيادة فهي تعتمد على المؤهلات والخبرة، ما دخل الجنس إلا إذا هناك جندرية في تقسيم الأدوار. رانيا بتكمل التيارات النووية أثارت ضجة خاصة الكالية لكن اليوم التيار الليبرالي النسوي موضوع توحتوا أمتوا من ملاحظة الشخصية المرأة
بدنا نطلع رامي عيدها رامي كيز عيدها المرأة اضطرت لمبدأ الاستقلالية بسبب همجية الرجل وأنا بتطلع على التاريخ البشري كامل يعني تاريخ عرض بين الجنسين هذا التاريخ أدى للمرأة وهي ما بدها الاستقلال يعني إذا بنتطلع على البيهيفيرز والبادي لانجوج وكل شيء بنتطلع عليها بشكل عميق بناخذ إنه ما تمناه إنه ما تستقل يعني ما تتمناه إنه تكون فعلا تحت إيدين رحيمة راعية فاهمة بس عدم وجود هذا الفكر اللي يحيطها بهذا الأمان اضطرها لمبادئ الاستقلالية وإن تنأى نفسها عن الهمجية وبالتالي الاستقلال المادي والاستقلال الفكري والاستقلال المعيشي والاستقلال ودي أسكن لحالي يعني وعيش بمحل تاني وعلى فكرة احنا ما بنسمع من جديد صرنا نسمع العبارات اللي عادة نسمعها من الرجل بحب يعيش بالكهف من جديد صرنا نسمع نفس العبارات من المرأة تقول أنا بدي أعيش لحالي من جديد هذا صار تطور على لغة المرأة وفاء هلا انفتاحنا على العالم بشكل عام أعطى هذا الخيار للمرأة يعني صار من قبل كان مش مطروح أبدا هلا صار الشيء مطروح برأيي أنا هذا هاي القدرة والتمكين الوظيفي اللي صار للمرأة الثقة فيها وإنتاجها الفكري اللي أثبت وجوده اضطر الرجل هلا احنا شوي عم نعاني بالادوار اضطر الرجل لمراجعه نفسه هو بين انسان حديث وبين انسان تقليدي ووارث افكاريه فاحنا شوي عم بنروح لمرحله انتقاليه جديده بهاي الانتقاليه بطلنا نلعب ادوارنا يعني حتى استقلاليه المراه اخذت بعد اكستريم الرجل صار ماخذ من المراه موقف برضه جدا مغاير يعني أنا بحس هاي الأشياء كلياتها رح تخلق عنا وعي جديد. الاستقلال خلى الرجل زي ما قلت يعيد نظره بنفسه عم تطلع هاي الأشياء والمرأة توصل لمرحلة لأنه زي ما قلتي أسير أنه هي الشغلة شغلة أدوار جزء من تكوينها اللي هو الأمومة والأنوثة بتوصل لنقطة بدهاش تتنازل عنهم كمان فبين بين دورها الطبيعي اللي مخلوقة عليه عم بشوف كثير أشياء مش مفهومة وأشياء عم تاخد بعد والنسوية والمطالبات يعني وحتى مفهوم القيادة شو يعني قيادة بالأساس يعني مين يقود وإلى ما هنالك فاستقلال المرأة حلو بس مش فصل عن الرجل أنا بدي أقول لك شغلة إحنا أخذنا حقيقة وواقع مهم كتير إنه يوم الست بطلت ست في البيت تقعد وبس تنتبه للأولاد وتربي الأولاد اليوم الست بتشتغل مع الرجل جنبا إلى جنب فأنا مع استقلال المرأة ليش؟ لأنها أصبحت تتعب وأصبحت تتقدر قيمة التعب هذا وأصبح مهم إلها النظرة المادية وصارت حريصة جدا إنه إذا عندها استقلال مادي تعرف كيف توظف هذا الاستقلال في مصلحة البيت ومصلحة زوجها ومصلحة أولادها هذا مهم كتير سنة. إذا ممكن أحكي تعليق طب رد سريع عشان نوقف بس أنا معاك بس باللحظة اللي بتحس المرأة إنها يعني بديش هذا المفهوم يمكن صار يرتبط بالتخلف بس بلحظة معينة عن جد أولادها بيكونوا بحاجة لإلها مش المفروض تطلع عن أنوثتها باللحظة اللي بتحس إنها بطلت قادرة تعتني بحالها كما يجب أنا بحس إنه لازم يدعمها الرجل بس الاستقلال المالي جميل شكرا جزيلا يدعمها ماديا يعني بالاستقلال كنت بحكي إنه حتى لو استقلت ماديا مش معناته إنه مش بحاجة لزوج أو مش بحاجة لأب أو لأخ لأنه راح تتشارك المشاعر هاي مع أبوها وأخوها وزوجها حتى لو مستقلة ماديا فالاستقلال المادي مش معناته انه بطلت قد يقوي العلاقه يعني قد يقوي يعني بيقوي المراه نفسها يعني انه انا مش مضطره اتزوج بس لكن انا يعني في مستوى المشاركه فهذا شيء كويس برضو اول من على مستوى يعني الاسره بشكل عام سواء كانت المستقله ماليا هي ابنه او زوجه او بس ملاحظه انه حتى كانت تكسب فلوس مش مع انها هي مضطره كمان تصرف
في مؤسسة الزواج، لأنه بالنهاية الإنفاق على الرجل. ما هو بيكون شيء على حساب شيء، يعني هي ممكن يكون في تقصير في بعض الجوانب راح يكون تغطي في جوانب مالية في بعض الجوانب الأخرى، ولا بنحكي يكون إعادة قولبة لشكل العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل استقلالية مالية. سلمى بس أبو يوسف، يعني إحنا عم نحكي عن الرجل والمرأة، عم نحكي عن الرجل لحاله والمرأة لحاله. طب في موضوع اسمه كل هذا ما كان سفينة واحدة، والسفينة هذه سفينة المؤسسة اللي يتألف منها يؤلفها الرجل والمرأة. يعني الهمجية موجودة، كانت مش شيء جديد، موجودة ولا زالت موجودة همجية الرجل. أنا بس بدي أمرق بشكل مختصر على هذه سفينة الحياة اللي فيها الرجل والمرأة مع بعض. من 50 سنة السفينة هاي كانت موجودة في مكان، اليوم إحنا في سفينة موجودة في مكان آخر. جاءتها رياح، الرياح هاي اسمها رياح التغيير، أنا هيك بشوف. من 50 سنة المجتمع التقليدي بين قوسين اللي كان موجود كان فيه له خصائص، والخصائص هاي كانت له وعليه، يعني كان فيها إيجابيات وكان فيها سلبيات. ومن سلبياتها الظلم اللي وقع على المرأة ومشاكل التسلط والفقر وكلها انضغطت المرأة لا شك. بس هذاك المجتمع التقليدي برضه كان في نماذج ناجحة ونماذج اللي عايشة بسلام. نشأت المشاكل صحيح، بدأت رياح التغيير صحيح. اللي حصل وأنا شفته الحقيقة يعني بصورة كتير بطريقة كتير واضحة، إن صار في نوع من الانفصال عن الواقع. شو يعني الانفصال عن الواقع؟ السفينة هاي لما انتقلت من 50 سنة برياح التغيير لليوم، كان في صورة واقعية للأشياء والناس شايفتها وعايشة فيها وما عندهم مشكلة رجل وامرأة كطرفي شراكة. إنما فيما بعد نشأت لدى المرأة، وأكيد لدى المرأة ولدى المرأة فقط، نشأت مفاهيم جديدة جابتها رياح التغيير. فبدأت الحرية بالنسبة للمرأة، وببدء الحرية بدأت المطالبات بالمساواة بالخروج في مشروع مطالب بدأت فيها بها المرأة. كويس، المرأة هون أنا مضطر أفصل، هون مضطر أستعمل الجندرية. المرأة هون بدأت بتشكيل صورة ذهنية غير واقعية عن الأشياء وعن مستقبل الشراكة مع الرجل وعن مستقبل الأسرة إلى آخره. هذا حلم بالنسبة للمرأة، هذا حلم، والحلم لا زال في دور تحقيق لليوم. إنما المشاكل أمام تحقيقه كثيرة وواضح إنها كثيرة. طب شو موقف الرجل؟ موقف الرجل حسب ما أنا شفته مش عارف، شيء سلبي، واقف بيتفرج وما عنده مشكلة. الرجل ما عنده مشكلة، قاعد بتفرج على هالسفينة وهو قاعد فيها، وسفينة تتماوج بتروح يمين وبتروح شمال، الموج قاعد بياخدها فوق وبياخدها تحت. طيب ليش برأيك ليش الرجل ساكت؟ يعني استقلالية المرأة جت لصالح؟ سبب جوهري. ليش؟ سبب جوهري بنسمع بإشي اسمه المشكلة النسوية. حدا سمع عن مشكلة اسمها المشكلة الرجولية ولا الذكورية؟ ما نو إيشو. عندنا إشي اسمه، بدي أكمل الفكرة، في عندنا إشي اسمه المشكلة النسوية، والمشكلة النسوية هاي بدأت في الغرب وانتقلت إلنا وصارت مشكلة شرقية، مشكلة عربية، وابتدأنا نتعامل معها. الرجل واقف يتفرج إلى حد بعيد، واقف يتفرج أحيانا نساها. اللي بدي أصل إليه شغلة واحدة، إنه المجتمع التقليدي اللي كان موجود بخصائصه وما له وما عليه وبنماذجه الكويسة ونماذجه السيئة، لما انتقل بعد 50 سنة وصل لليوم، اليوم أخذ شكل آخر وتغيرت خصائص هذا المجتمع. الخصائص هاي دخل فيها عناصر جديدة، أعاد تشكيل أدوار معينة لدى المرأة ولدى الرجل. طيب الأدوار هاي قسم منها لا زال موجود في ذهن المرأة ولم يصل لمرحلة التطبيق العملي بعد. بمعنى آخر، إحنا اليوم كمجتمع تقدم تطور، لا
دخلت عليه أفكار جديدة، صار له خصائص جديدة اختلفت عن الخمسين سنة. الخصائص الجديدة هاي منها ما بقي على حاله، انقسم المجتمع منه ما بقي على حاله ومن الخمسين سنة لليوم، وهذا الحكي انحكى. صحيح. قاعدة ما عندها مشكلة ونماذج ناجحة في الحياة ولا زالوا تقليدين ليوم هذا، ومنهم أهلي وأهلكم وأهل فلان الجيل اللي سبقنا. احنا في هلأ في مرحلة انتقالية، كل النماذج هلأ حالي موجودة. بدي أوصل للفكرة عرفات. فإحنا اليوم المشكلة النسوية أو النساء أو المرأة بشكل خاص إذا ما شافت مدى واقعية الأفكار الجديدة ومدى تطبيقها، واقعية تطبيقها ومدى تقسيم المجتمع اللي إحنا فيه اليوم، المجتمع اللي إحنا فيه اليوم قسم كبير منه شئنا أم أبينا لازال تقليد. صحيح. هلا حتى في اختلاف ما بين الأم وبنتها حتى، يعني ما عم تفهم حتى التطور اللي صار. أنا إذا ما أدركت هذا الكلام كرجل ومرأة مع بعض، وأنا برأيي رجل مدرك لهذا الحكي، أنا هيك برأيي بتفرج ومدرك لهذا الحكي بس ما بده يحكي. ليش؟ لأنه ما عنده مشكلة، أصلا ما عنده مشكلة الرجل. المشكلة اليوم موجودة لدى المرأة. جميل جميل. الواقع إن لم ندركه سويا فنحن مفصولين عن الواقع. حلو. يجب أن نلامس الواقع ونتعامل مع الواقع كما هو وليس كما نتصور في الصورة المثالية، وإلا وقعنا في مغالطة اسمها المنطق الصوري اللي حكينا فيها من كم أسبوع. منطق غير صوري، منطق تطبيقي واقعي نطبقه على كل مشاكلنا، ومنها مشكل السفينة اللي فيها الرجل والمرأة مع بعض. جميل. آخر واحد بكون أحسن. خلينا أسمع. طيب. بس بصراحة برأيي الشخصي إنه كل مسألة الرجل والمرأة علاجها إنه إحنا ننظر كل هدف من حياتنا كبشر كإنسان أو كإنسان فردي. هدف من الحياة إن نعيش سعداء، نمتلك حياة بناءة كريمة. كريمة بالضبط. فبالتالي علاقة الرجل والمرأة برأيي حلها يعني أو المفهوم اللي لازم تعتمد عليه يعني بغض النظر عن المجتمع أو الثقافة اللي هي فيه أو عن مستوى الغنى أو الفقر، برأيي إنها لازم تعتمد على ثلاث شغلات: توازن، المشاركة، التعاون. والدليل هذا الشيء عندك مثلا علاقات ناجحة جدا بين الرجل والمرأة في مجتمعات فقيرة جدا، في مجتمعات غنية جدا، في مجتمعات منفتحة جدا جدا لدرجة أنها بعيدة عن الأخلاق، في مجتمعات منغلقة جدا جدا. معناته القضية غير معتمدة على الثقافة برأيي الشخصي، هي معتمدة قديش إحنا نستوعب بعض، قديش إحنا متفاهمين لبعض، قديش أنا بحترم حريتك وأنت بتحترم حريتي. إذا أنت حدا مثلا كأب علاقتك مع ابنك، إذا أنت بتعطيها حرية وثقة فهي مرتاحة نفسيا وأنت مرتاح نفسيا، وبالتالي في سعادة، في إنتاج. لما أنت تكون علاقتك مع زوجتك أنت متفهمها، معطيها حريتها سواء بدها تستقل ماديا أو ما بدها تستقل، أي شيء بدها إياه ما دام أنتم متفهمين. أساس التفاهم والتعاون والتوازن، هذا هاي مشكلتنا، نحاول نصل للتوازن. إذا وصلنا للتوازن بين الرجل والمرأة بحيث إنه قدروا يتفهموا بعض، إحنا برأيي حياتنا راح تكون سعيدة. امبارح كان حسن على التعليقات على الجلسة أو الأمسية على البوست اللي منشور المجموعة، حكى حسن نقطة أنا صفنت فيها شوي، في منه والله. هو بيقول كلما زاد العيب كلما أصبح أو أصبحت المرأة أكثر هجومية، كلما زاد وعي المرأة وثقافتها ومدى اطلاعها على حقوقها كلما أصبحت هجومية في المطالبة بحقوقها. هذا كان من بعض الآراء الموجودة. عهود نكمل عندك مارلين وننتقل لل أنا بس بدي أقول عن السفينة، يمكن إنه غير السفينة. هلأ شوي صعب المجتمع على المرأة، مش قصدي بس إنه الإعلام مثلا، يعني لما أطلع على النت إنه مثلا ببهدلوا إنه هي لابسة نفس الفستان ميشيل أوباما ولا كيت ولا يعني هذا يمكن انفتاح الإعلام هذا كله يمكن أثر يمكن على السفينة، ما بعرف هيك بشوف. حكت إشي استفزني، مش قصدي أنا ضد الرجل والرجال أولاد وما بعرف شو، بس بديك تشتغلي وبدك بيت وما بدك تساعدي بالإنفاق وبدك يتحمل إنه أنت على في ظلم هاي بنت سوبر. لا يعني أنا مش قصدي لا ما في ظلم، بالعكس هذا حقي وأنا
ما بدي بشتغل وقد ما بدي بكسب فلوس. بس بيضة يعني استقلاليتي المادية ما بخلي حدا يتسلط لأنه هاي حر. هلا هلا بس بدك تدخلي بهاي الشغلة تكوني قدها يعني. يعني هل أنت يعني مش أي وحدة رح تعمل هاي مش يعني هاي خمسة بواحد. أنا بحكي تفكيري الشخصي منفصل للمجتمع أكيد. الزلمة بقول لك بدك تشتغلي وقتك أنا أملكه بدك تطلعي بدك تشوفي زيك زيك بدك واحد بس هذا مش بالضبط بقى لأنه تمام هذا حق بس بجوز المجتمع ما يعطيني حلو 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 مارلين هلا انا بدي ارد على ما تفسر شخص صغير انا بقول لك الرجل قاعد وساكت المراه هي هاي طبعا البني ادم يملك الحق الكامل ما راح يجي يعني بني ادم اللي عنده حق كامل ما راح يجي خايف عشان يحصل عليه ما هو عنده اما انا لما يكون مثلا حاسه ان عندي نقص بشيء بدي امشي من اجل ان احصل عليه لانه ما في شيء بيجي لعندك وهاي الفكره انه ما فيش شيء ما في زي ما بقول لك ما فيش شيء يتعلق بالذكر طبعا لانه مبدئيا شرقا وغربا وكله يعني بكل يعني بكل الصحافات وين حبه بركه اما بالنسبه للاستقلال ما بدي ارجع على النقطه هاي انه هلا هون افضل استقلال مادي في البدايه يمكن زي ما حكى ربي كانت صغار بس هلا صغار يعني البنت الانثى عشان تقدر تعيش بهذا المجتمع لازم تكون قويه لازم تكون مستقله ماديا على الاقل بالمعايير تاعتي شخصيا انا اوكي وان كان المجتمع لا يقبل المراه القويه المستقله ولا الذكيه ثانك يو كثير لك يعني صراحه هي اللي ما حكيتيها صراحة المرأة بيقومي لمؤنى سؤال يلا يلا من الأول أنا قلت لا هون بعدين هناك مجتمع ما بيقبل لا المرأة القوية ولا الذكية ولا بدون يعطي القوية طبعا احنا اليوم بس يا جماعة هيك برضو نقطة نظام على الهامش نسمعها كلنا في إذا بتلاحظوا بين كل فترة وفترة بعض الأفكار تستفز الآخر في الخروج عن النص وفي مداخلة يعني مش راح اقدر استنى لوقتها تماما كما يحصل على ارض الواقع في الحياه في هزات تمس بعض الاسر بصير فيها خروج عن المالوف احيانا وجود بعض المفاهيم اللي احنا اليوم برضو اضاءه ليه احنا موجودين اليوم وجودنا اليوم لتسليط الضوء على بعض المفاهيم بعض المصطلحات بعض التوصيفات اللي اثرت على شكل الاسره بشكل عام الاسره اللي هي العلاقه بين الرجل والمراه المرأة الأم والبنت والزوجة اليوم خرجنا عن الإطار التقليدي إذا بنلاحظ عن الحب ما بين رجل وامرأة إحنا بنحكي اليوم بمفاهيم ناظمة ستؤسس لمراحل قادمة كثير جميل الأجواء حتى الأجواء اللي كان فيها خروج عن المألوف كانت أيضا جيدة نسمع المداخلة الله يمسيكم بالخير أنا مشيت كثير دكتور رامي قبل شوي هو كانش موجود اللي بعيدة نقطة تفضل فيها الأستاذ رامي إنه قانونيا وحقوقيا فعلا المرأة في مجتمعنا يعني almost أخذت حقوقها كقانون وكأنه opportunities أو فرص المرأة في القانون الآن أنا مش عم بحكي مجتمعيا أو دينيا أنا بحكي قانونيا نقطة حكى الأستاذ رامي إنه فعلا هي إلها نفس الحقوق هناك تطور بس لسه الطريق في أول في أول موكي أنا عم بحكي ست مارلين يعني إنه قانون قانون أنا بحدي أحكي لك الشغلة الثانية إنه اللي حكى عنه أوغاد منه لله إنه طبعاً أنا مستلفة جداً وبدون كان لي الشرف إنه أكون من 8 سنين مع الأوف أند أباف هاي من أمتع الجلسات اللي بتخليني أستمتع بحديث كل شخص فيكم والله مستمتع بوجهات نظر مختلفة بس في ملاحظة إنه كل اللي حكيته هذا كان إنترودكشن كمقدمة لا تكفي جلسة واحدة لأنه الموضوع مهم جدا وعفواً ما بنناقش فيه بناقشوا فيه في أقصى شهادة الكرة الأرضية أقصى جنوب الكرة الأرضية يعني هو الموضوع موضوع جدلي موضوع جدلي أصلاً لا تكفي جلسة واحدة أصلاً تمام فتفضلوا في يا ريت نكمل ونشبع to be saturated يعني نكمل في جلسات أخرى لأنه ينفع لكورس نقاشات طيبة ولطيفة ومحترمة في أصول آخر لأنه تفضلتي بروس أقلام لا تفضل روس أقلام
جلسات وتنظم وتدار بنفس المستوى الطيب وعلى المستدع. أنا بس في مرات يعني بتحس بالاختلافات ما بين دور المرأة والرجل، عدم فهم طبيعة كل واحد منهم. مرات المرأة للمرأة هي بحد ذاتها مش عارفة احتياجاتها، والرجل نفس الشيء. يعني هما أصلا من الأساس كل واحد مش فاهم احتياجاته هو ليفهم الشخص الثاني. الرجل لما انعطى دور يعني بالسنين الماضية استغل في أماكن معينة استغلال أدب المرأة إنه تكون في كبت. لما أجت الحضارة وتغير السيستم بطل العضلات هي الإشي الإشي اللي عشان أنا أجت المرأة شو اسمع أنا عندي دواء أنا واحد معك الدور. بس هل فعليا هذا حكي المرأة أو الرجل فاهم إيش العواقب رح تنبنى عليك أنت؟ المرأة لما تيجي تحكي أنا بعيش لحالي أنا شخصية مش بس يعني هل أنت عارفة شو عواقب هذا الحكي عليك؟ لوعديس اجتماعيا ونفسيا نفسيا حتى الرجل، الرجل اللي بيوم من الأيام يجي يتخلى فعليا عن وجوده ويجي يقول لك أنا بدي أتخلى عن مسؤولياتي من واحد اثنين ثلاثة، هل أنت فعلا أسعد؟ هل أنت فعلا قادر على يعني أنت فعلا قد هذا الحكي؟ هذا الحكي رح يكون له تبعته اللي احنا عم نشهد حاليا. لما الرجل فعليا تخلى عن الطبيعة تبعته والمرأة عم بتخليه مرات حاليا. أنا مش ضد المرأة يعني بتخليه يطلع عن كل صورة بس لا لا حتى المرأة حاليا رغم تطالب بحقوق معينة لها أنت عم بتخلي الرجل يطلع عن طبيعته لا بتسعدي ولا هو بسعد. صحيح افهمي هذا رح أكيد هذا طبعا من وفاء ونرجع لمحاورنا موضوع الرجل وامرأة موضوع مهم جدا وأتوقع هو من رسالة Out and About محبة وسلام. أحمد غايب اليوم وإحنا بنحاول نصل لتعريفات فيها شيء من المثالية نكون أقرب لحياة مستقرة لحياة أقوى لحياة أفضل محبة والسلام بتسود عنا أسرة ناجحة وقوية وممتازة. المفاهيم اللي بدنا نناقشها اليوم احنا اذا بتلاحظوا ما حددناها بمحور او محورين او ثلاث هي مجموعة محاور لن نستطيع تغطيتها في جلسة واحدة. جلسة اليوم يعني قد تكون هي الاولى في مجموعة جلسات مرتبطة بكيفية الوصول الى اسرة اكثر قدرة على البناء والعطاء في ظل توازن نفسي وتوازن اجتماعي يحقق لنا السعادة التي نريد. هلا احنا بصراحة ما شاء الله الحوار بكل محور عم نفوته احنا حاطين حتى كتير محاور بس واضح انه احنا كنا متوقعين هذا الاشي من قبل. بنروح على محور ثاني؟ نسيت وفاء بلاش تقمعنا وفاء يس فردها بعدين. هلا اللي قلتي مارلين في كومنت مرة قرأته عجبني لما يتنازل الرجل عن حق من حقوقه انصافا للمرأة كثير تذكر له أكثر مما المرأة تنادي بهذا الحق. تمام ليه؟ لأنه هو بمجتمع ذكوري أصلا ما أخذ حقه فلما هو يذكر هذا الحق للمرأة أو يدافع هذا الحق فهو بدافع الإنسانية أما هي بدافع المظلوم اللي بدافع عن حقه. فيعني نادرا ما حدا يتنازل عن حق لإله أو المجتمع أوريدي معطيه بدافع الإنسانية. هاي النقطة الثانية أنا دائما بفكر كيف صرنا نفكر إحنا دور المرأة ودور الرجل من لما انخلقوا يعني بطبيعة كيف موجود أصلا في طبيعة فيها أزواج فكيف هو أصلا موجود. أنا بحس هيك دائما هاي بتبلش إنه هي تحمل وتستقر فهو يصير يجيب الأكل إلها ولأولادها أم بقى هيك خلينا نفكر فيها فلسفيا كيف تطور الموضوع. بلش ينعطى دور الرجل اللي بده يجيب المال أفضلية ودورها هي أقلية هون الغلط بلش. هذا دور مهم وهذا دور المرأة بتضطر أحيانا وأنا مع الست اللي قررت إنه ما بدها تتزوج هي حرة بس ليش هي هل لما بصير الموضوع ظاهرة هون في مجتمعي أما إذا أشكال أو يعني حالات فردية هي حرة تقرر إنها تصير قائدة. تمام بس لما يصير الموضوع
بيصير في خلل مجتمعي بيصير له اسباب نفسيه وبده حل يعني. ضليت اسمع هاي الجمله اللي ضلت احكي المره شو حق الرجل ما خد حق الرجل شو فارق معه؟ طبعا فارق معه لما انت جزء من هذا المجتمع. انت اذا ما كنتي زوجته انت اخته ما انت امه ما انت حرام عليك. فانت بالاخر هو مش ماخذ حقه هو مش هو لا يعني هو الرجل مش جاي ويقعد هو بالاخر اخوك مهتم بمصلحتك هو ابوك بيتمنى سعادتك هو وانا رغم الرجال مع حريه انت بالاخر يعني حتى الرجل هو المرأة شرط ألا تكون فرد من عائلتها. هو عايز من هذا مجتمع رح يعاني إذا ما رح يعاني كأب بده يدير باله على بنته رح يعاني كأب بده يدير باله رح يعاني كابن عم بشوف أمه عم تضطهد وهذا الإشي له تأثير نفسي عليه كثير قوي. مظلوم الرجل صدقا. بالآخر هاي المنظومة هتأثر على الكل الكل رح تأدي فيه لمكان مش مضبوط. Thank you كثير لك. في محور فيه والسؤال مرتبط برضه باستقلالية المرأة. أنا برأيي إنه المرأة حملت أعباء إضافية يعني صارت تشتغل برا تشتغل جوا تشتغل يعني عم بتكافح أكتر يعني بصراحة المرأة الاستقلالية أو الحرية اللي طمحت لها ما بعرف إذا خلتها أسعد أو غير أسعد. وفي محور في شحكة رامي كثير حبيتها إنه هي المرأة اضطرت إنها للاستقلالية. طب لا هل هي سعيدة بهاي الاستقلالية؟ طيب في حال اذا ما كانت سعيده او هي حملت اعباء اضافيه وحامله اكثر من بطيخه بايد واحده يعني كل الاحوال مش سعيده اه هي هاي سعيده لا هيك ولا هيك. هل في سؤال خطير ما بقى انا بلاقيه خطير ما وحابه اسمع منكم هل هناك مجال للعوده الى الوراء؟ صحيح انا مداخله بس نقضي المداخله نعم نقضي المداخله ونرجع بال اوكي بدي احكي ثلاث نقاط معناه الآلة عن صور الرجل إني ما أخذ كل حقوقه كيف يعني متأكد أنا ما أعمل كم نأخذ اسمع المقطع شو حقوق اللي ما أخذها رجل يعني شو حقوق في مجتمع زي هذا المجتمع اللي ما أخذها رجل أو المرأة اللي ما أخذها الإنسان يعني في مصر شو الحقوق اللي ما أخذها الإنسان في لبنان شو الحقوق اللي ما أخذها الإنسان سواء كان رجل بنضلنا نحكي امرأة ورجل حتى تصير المرأة شيء ثاني مثالي خارج عن السياق الزماني للمجتمع موجود في سياق ذهني آخر عم نحكي عنه على اعتباره قضية مش على اعتباره إنسان موجود في هالمجتمع وعم نشوفه كل يوم وهو المجتمع. ثلاثة الدور والأهلية هي قضية نوع ولا قضية كم؟ نوع مش كم. بعدين بالنسبة إلى العودة إلى الوراء مش مضطرين؟ إحنا مضطرين جدا وعلى عاتقنا هذا كبشر كبني آدمين بغض النظر رجل امرأة إن الناضل لوضع أفضل للإنسان إذا صارت مثلا القوانين قوانين الأحوال الشخصية وضعها أفضل، نظام القضاء وضعه أفضل، البرلمان وضعه أفضل، الحكومة ومنظومتها وضعها أفضل. هذا يعني كرامي. يعني شو